الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. The andre søylen fra av islam er å utføre bønn. إقامة الصلاة يعني لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله. يعني لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك منها شيئا. Det å utføre bønn betyr at du kommer, at du utfører bønnen komplett akkurat som profeten sallallahu alaihi wasallam utførte bønnen. نعم. الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة. صلاة delt inn i to, obligatorisk og det som ikke er obligatorisk. صلاة الفريضة خمس صلوات تصلى في كل يوم وليلة. De obligatoriske bønnene er fem bønner som blir bedt i løpet av dagen. صلاة الفجر ركعتين. Fajr er to rakaer. والظهر أربع ركعات. والظهر في ركعة. والعصر أربع ركعات. عصر في ركعة. والمغرب ثلاث ركعات. مغرب ثلاث ركعة. والعشاء أربع ركعات. وعشاء في ركعات. إذا سافر المسلم يصلي الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين والعشاء ركعتين يقصر الصلاة رباعية. Så hvis en muslim er på reise, så forkorter han de han ber fire, så han ber ظهر 2, ber عصر 2 og ber عشاء 2. ويصلي يوم الجمعة مكان الظهر يصلي صلاة الجمعة ركعتين. هو يستدن فور بيه ظهر på dagen av på fredag så ber han kun to rakaa som er fredagsbønn. نعم صلاة الجمعة وهذه الصلوات المفروض الخمس يجب على كل رجل عاقل بالغ أن يصلي هذه الصلوات في المساجد. و دي فم بنها هر ده obligatorisk på enhver muslim som har nådd puberteten og ber dem i moskeen. نعم إذا الأصل المحافظة على الجماعة من الرجال والله أعلم. و ده ده som är att alla män som har nått puberteten de må be i moskén.